فضل يضرب في الواد. اصلا وافقت ليه؟ خطيبتك هنا تعتبر عرضك وشرفك. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه وبناكد ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. الواحد لما بيدخل وبيلقى مراته في وضع مخل مع احد من الشباب، بنقول بيقتلها وبياخد ظرف مخفف علشان ده حاله دفاع عن الشرف وعن العرض، وان ازاي مراته تخونه على سريره او على سرير جاره او صاحبه ايا كان، بيكون الظرف مخفف والعقوبه بتكون مخففه، ده امر طبيعي ومتعارف عليه في القانون. بيقول لك هو قتل وهو خارج عن سيطرته لما شاف عرضه وشرفه بيداس. طب لو كانت خطيبتك، خطيبتك هنا تعتبر عرضك وشرفك؟ يعني لو شفت خطيبتك في حضن عاشقها، انت في الوقت ده ممكن تقول ان انا قتلتها دفاعا عن عرض وشرفي؟ هل الخطيبه مثل الزوجه؟ تعال نتعرف على التفاصيل، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحه الحال. القضيه او الجريمه حصلت في محافظه الجيزه، شاب وفتاه، هو اول ما شافها اعجب بيها، وهي زي اي بنت شيء طبيعي ما بيتبينش اعجابها من اول مره، فعقبال ما قدر يلفت نظرها وهي رايحه من الشغل وهي جايه من الشغل وهكذا، لغايه ما قدر ان هو يكلمها وبين لها ان هو غرضه شريف وان هو عايز يدخل البيت من بابه، وان هو مش بتاع لعب ولا بتاع فيس ولا موبايلات، هو لما بيحب بيتجوز وعنده شقته وعنده وظيفته وعنده دخله الثابت. البنت قالت له انا ماليش في الكلام ده، ليك اسرتي تروح تكلمها، اذا وافقوا انا ما عنديش مانع بعد ما يسالوا عليك. وده كلام مظبوط، لان لو قالت له انا موافق عليك شيء طبيعي ممكن يطلع ان اهله مش كويسين او هو اخلاقه مش كويسه، فشيء طبيعي يقول لها انت وافقت علي. فقالت له بعد ما اهلي يسالوا عليك انا ما عنديش كلام اقول. بالفعل دخل البيت من بابه وقدم السي في بتاعه ورا اعتماده، انا فلان الفلاني، ابويا فلان الفلاني، شغال كذا، والدي كذا، والدتي كذا، اخواتي كذا، ومقيم في منطقه كذا، وشقيتي في كذا، ووظيفتي كذا، ودخلي كذا. طب يا ابني سيب السي في بتاعك ده او المعلومات دي، هنسال عليك ونرد. بالفعل في الوقت ده سالوا على الولد وبعتوا له، قالوا له يا ابني الف مبروك، تعال عشان نقرا الفاتحه. بالفعل قروا الفاتحه ولبسوا الدبل واشترطوا عليه يجيب محبس ويجيب دبله وهكذا المتعارف عليه، وكانت فرحه غير عاديه. هنا بقى نقدر نلوم على الشاب في حاجه؟ يعني نقدر نقول ان الشاب غلط؟ الشاب شاب بنت اعجب بيها، كلمها، خد العنوان، اتقدم، عمل الاصول، وافقوا عليه، قروا الفاتحه، لبس الدبل. هنا الشاب غلط في حاجه؟ ما غلطش في حاجه، الراجل عمل الاصول. طيب لما بنت الحلال بقى بتحب واحد تاني او على علاقه بواحد تاني، ايه اللي يخليها تخلي الشاب يتقدم؟ ايه اللي يخليها تخلي الشاب يروح البيت ويلبس دبله ويقرا فاتحه؟ ايه اللي يخليها تديله رق اصلا؟ ما كانت قالت له انا مرتبطه، انا مخطوبه، انا ما بفكرش في الجواز، انا لسه قدامي اخواتي الكبار، كانت ممكن تتحجج باي حجه. ليه خلت وعطت وامل وخلته دخل البيت وخلته تقدم وقدم ورا اعتماد ويسالوا عليه وتتحاسب عليه خطوبه لما انت مش عايزاها اصلا؟ وافقت ليه؟ ليه بقول الكلام ده؟ في الوقت ده البنت الاصول المؤدبه المحترمه كانت على علاقه بموظف ساكن في نفس العماره اللي هم قاعدين فيها في الشقه التحتانيه، والعلاقه دي تارتها في الحته، كل الناس عارفاها ان البنت بتدخل له وهو بيطلع لها، وان العلاقه معروفه للبلد كلها او للمنطقه في الجيزه اللي هم قاعدين فيها في المنيب، وكل الناس عارفين العلاقه دي الا الشاب ده. لما دخل وخرج لقى، طبعا احنا عارفين ولاد الحلال في البلد كتير، الف واحد، اللي بيرمي كلام، اللي بعت له رساله على الموبايل، اللي الكلام ابتدى يكتر حوالينه. وانت بتخطب واحده جارها اللي تحتها مبهدلها وهي بتطلع له وهي وهو بينزل لها، والكلام كتير. قعد مع البنت بيسالها، بيقول لها على فكره في ناس بتقول لي ان في علاقه بينك وبين الموظف اللي تحت او الشاب اللي تحت. قالت له كدابين، ده كلهم حاقدين عليا علشان انا حلوه ورفضتهم، انا رفضت معظم الناس في المنطقه وهم عايزين يوقعوا بيني وبينك وما تسمحش الكلام. المهم هو اقتنع بكلامها وقال ممكن تكون غيرة شباب من الحته كانوا عايزينها وهي رفضتهم، فعايزين يوقعوا بيني وبينها عشان افسخ الخطوبه ويوقفوا سوا. كلام منطقي ويمشي وكلام عقلاني ما نقدرش نختلف عليه. لغايه ما في يوم من الايام بالصدفه شاف البنت وشاف خطيبته وهي نازله، وبعدها بشويه شاف شاب نازل من نفس العماره،
فبيسأل مين ده، فعرف ان هو ده جارها اللي الكلام بيحوم عليه. ابتدى يراقبه في الدخلة وفي الطلعة ويمشي وراه ويطلع مش لاقي اي حاجة واي دليل، لا قادر يلقى دليل ان هي بيخرجوا مع بعض ولا بيتقابلوا مع بعض ولا اي حاجة. لغيت ما في يوم من الايام، وكانت في على موسم اول رمضان اللي احنا فيه، وشيء طبيعي في اول رمضان في حاجة احنا عندنا عادات اسمها ايه، بياخد فترة رمضان. يعني بياخد فترة رمضان يعني بياخد زبيب، بياخد مكسرات، بياخد أمردين، بياخد سكر، بياخد ورقة شاي، بياخد شوية مكوش. أي واحد على فكرة بيخطب بيعمل كده، يعني يقول لك إيه ده دخل على رمضان. شيء طبيعي حاجة اسمها فترة رمضان، المكسرات وشوية سكر على شوية رز على شوية خضار على شوية طماطم، وياخد زيارة تكلف له 2000 جنيه ولا بتاع، ويجي يوديهم لأم العروسة وللعروسة، اسمها فترة رمضان. فهو واخد شايل شنطة، طبعا ما قالش الخطوبة ولا غيره، حب يعملها لها مفاجأة، وعلى العصر كده واخد الفطرة واخد 5 كيلو لحمة واخد فراخ وبتاع، ونزل من التاكسي وطالع. في الوقت ده فوجئ ان البنت طالعة من شقة الشاب ده مش من شقتها، فبيسألها انت كنت فين؟ هو ما شافش الشاب، هي شافها وهي طالعة. قالت له لا ده انا كنت عند الجيران هنا بجيب حاجة. طب مين الجيران هنا؟ قالت له هنا الجيران الاستاذ فلان الفلاني وامه واخواته. ما خدش ولا عطا، قال مش اشكال. طلع الفطرة فوق وقعد واستقبلوه مية مية ومفيش مشاكل، وهو نازل بيستغرب يعني مش سامع حاجة. فالمهم بيسأل بيقول الأستاذ ده قاعد معه، قال له لا يا عم ده شاب فرضاني وقاعد لوحدي ومؤجر الشقة دي من شغل البيت، ده هو من الصعيد وجاي شغال هنا. عارف هنا تأكد ان خطبته كانت عند الشاب ده لوحديها، وان هي لا بتراعي ربنا ولا غير ولا كلام ده كله. هنا بقى المفترض تقول شرف وعرضي ولا خطوبة كلها دبلتين باجي خالعها وفي وشها، وكفى الله شر القتال، كفى الله المؤمنين شر القتال. يعني هنا أنا بسألكم، دي لمراتك ولا أنت كاتب عليها وكل العملية رايد فتحة ودبلة، يعني لا هي عرضك ولا هي شرفك ولا هي حاجة، ده كل اللي بينك وبينها دبلة ورايد فتحة. صحيح الفتحة كبيرة، لكن ما تحسبش أن أنت مراتك، ما تتحسبش ان هي زوجتك، ما تتحسبش ان هي على ذمتك، ما تتحسبش ان هي خانت عرضك وشرفك. كل ده كلام، لا الكلام ده كله ده كان مباح في وقت ان انت لو كاتب كتابك او متجوزها ان كاتبه على ذمتك وعرضك وشرفك. المشكله ان هو اول ما عرف كده راح راجع، والشيء الغريب ان هو بدل ما يعني يستوضح الامور منها مره تاني او تالت، لا طلع على جاره مسك السكينه خبط ضرب الجرس. طلع خطيبها قال لها انا بسألك، جارتك كانت بتعمل ايه عندك جوه؟ جارتك بتعمل ايه؟ قال له جارت مين؟ قالت له، قال لها خطيبتي اللي هي كانت فكها. قال له ما حصلش. قال له انا شايفها طالعه من عندك من نص ساعه. الواد قال له اللي انت عايز اعمل اعمل، وكان مجهز السكينه، فضل يضرب في الواد لغايه ما موته. هنا بس السؤال، الولد ده انت قتلته في شقه البنت ولا قتلته في شقتك انت؟ قتلته في شقته هو، انت قتلته في شقته هو. طب هو ايه اللوم عليه لما خطبتك هي اللي نازله له وداخله عنده وانت شفتها وهي طالعه من عنده؟ يبقى العيب على مين، على خطبتك ولا على الشاب؟ عشان احنا بس بنخلط الامور. انا قاعد في شقتي وجات لي واحده خبطت عليا ودخلت، انا اللي اولام ولا هي؟ هي اللي جات لي وهي اللي، وانا مش ملاك، انا مش سيدنا يوسف، انا مش نبي ولا رسول، انا بشر ومن حقي ان انا افتح بابي او اقفله، ده شيء طبيعي. اما حته الخوف من الله وعدم الخوف من الله، ربنا اللي هيحاسبني عليه. انا شاب ودخلت لي واحده، ما تلومش عليا انا، لوم على اللي دخلت وخبطت وجات لي. يوم ما تحب تنتقم ما تنتقمش مني، انتقم من اللي خبطت ودخلت. هو الشاب ما هو قاعد جوه بيته وقافل عليه، كنا ممكن نقول اصله لقاها معاها في الشقه، اصله خبط عليها لقى جارها جوه، لكن المشكله هي اللي طالعه من عنده. مين اللي يلام؟ انت ضيعت نفسك ليه؟ لا تقتلها ولا تقتله، الفكره كلها ان دبلتين وكل العمليه محبس وترميهم في وشه وخلص الموضوع، في وشها وخلص الموضوع. ضيعت نفسك وضيعت الجار الشاب وكله، هي قاعده في بيتها وهتتجوز وهتعيش حياتها، وانت اللي خسرته. هو اتقتل وانت دخلت السجن، هي ما خسرتش حاجه يا بني ادم. احنا ليه ما بنتعلمش يا جماعه ونفكر شويه؟ يوم ما خدت السكينه وقلت انتقمت لشرفي، شرفك ايه؟ انت كل اللي بينك وبينها دبله، اول عن اخر تخلعها وترميها في وشها، او تروح تقول لها اديني دبلتك انا شفتك طالعه من عند جارك والكلام الناس صح، وتحركها مع اهلها اذا كان عندها اهل اصلا بيخافوا عليه. لكن انت قتلته على اي اساس؟ قتلته وقتلته ليه وانت بتقول في التحيات انتقمت لشرفي؟ شرفك ايه وانت اللي بينك وبينها يا ريت فتحه؟ يا جماعه لازم نفكر بعقلنا ونوزن الامور صح،
حياتنا مش سهلة ومش طويلة للدرجة دي عشان نضيعها في قتل وسرقة ونهب وسجون. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.